إن شاء الله تكونوا كتير منيح أنتوا عم تحضروا فيديو اليوم. إذا كنتوا جديد على القناة أنا اسمي سارة، وإذا كنتوا متابعيني من قبل welcome back to my channel. So guys بفيديو اليوم رح نجرب بواريك أو ويبز أو بيروك من موقع شي إن. أنا طلبت 5 أشكال مختلفة و5 ألوان مختلفة. So اليوم الفيديو كتير رح نتسلى فيه ورح نشوف أشياء كتير مجنونة. إذا حبيتوا الفكرة خليكم تابعين بالفيديو، بس قبل أكيد ما تنسوا تشتركوا بالقناة إذا بعد مش مشتركين، تكبسوا على زر الإشعارات، تابعوني على إنستغرام، وخلينا نبلش. جايز هيدا هو الباكج، مثل ما شايفين انا بعد ما فتحته وكتير حابة افتحه قدامكم، والسبب هو اني انا جايبة باروكات من ارخص لاغلى، يعني رح نجرب كل الكواليتي وكل النوعية الموجودة عند شي ان. سو خلينا نبلش نفتح الكيس. اوكي هذا جزدان انا اشتريته ما خطه بالفيديو. رح نبلش جايز بأرخص بيروك جبتها، يلي هي سعرها 16.25 دولار. واو ليك لونها شو لابق مع الباك جراوند، صراحة أنا ناسية شو جايبة بيروك وأبدا مش قصدي، بس فيي أقلكن شغلة. أول شي إنه الملمس تبعها كتير ناعم وكتير حلو، كتير حبيت الملمس تبعها سوبر ناعم، وشكلها من جوا شوفوا كيف بيجي شكلها، وفي إلها وحده من هون مثل ستراب هيدي نقدر نشدها على راسنا، واللون تبعها honestly واو بحس انه كتير رح يلبق لي. خلينا نجربها. سو هيدي هي البيروك جايز، خبروني شو رايكم. او ماي جاد انا حسيتها كتير غريبه بس بنفس الوقت سوبر حلوة. اوه ماي جاد الملمس تبعها كتير ناعم، شوفوا ايدي كيف بتفوت فيها هيك بكل سهولة، وغير هيك اللون تبعها كتير حلو، كتير غريب وكتير حلو. اوه ماي جاد انا كتير مغرومة فيها، وصراحة بتستاهل كتير سعرها، يعني سعرها كتير رخيص بالنسبة للكواليتي اللي رح تاخدوها، وغير هيك واهم شيء انه مات، يعني النهاية تبعها مطفية ومنا ملمعة، وهيدا أحلى شي فيها. سوبر 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 نايس وكتير كتير كتير حلوة. أو ماي جاد أو ماي جاد. سو جايز رح ننتقل لتاني باروكة يلي هي سعرها منه كتير مختلف عن أول وحدة، الفرق بس 25 سنت. سو هيدي هي الباروكة وسعرها 16.50 دولار. جايز لونها كتير كتير فاقع كتير قوي، ملمسها نفس الشي مثل أول وحدة، بركي شوي هيدي منوبرة أكتر أو فيها هيك شوي شعيرات طالعين، بس ما فينا ننسى انه لونها بيفضحها، يعني بما انه لونها كتير فاتح اكيد كل شعره رح نقدر نشوفها لحالها، وبس هيدا هو اللي في يقولوا عنا. اكيد من جوا مثل اول وحده بس اللون تبع الستراب افتح لانه هي الشعر فاتح، واكيد لها وحدات من هون اذا بدنا نشدها على راسنا من ورا. هلا اول وحده انا ما اضطريت اني اشدها لانه حسيتها جايه على قد راسي على القد. خلينا نجرب هيدي سوا. سو جايز هيدي هي، انا حاسه انه الغره جايه على وجهي وهذا الشيء كثير بضايق، سو عم فكر اذا بقصرها شوي. خلينا نظبطها اول شيء. سو هي هيك لازم تجي، والغره كثير طويله، شوفوا كيف جايه على عيوني وما قادره اقشع منها. رح قصرها بس هالقد كرمال ما اكون كثير قصرتها، وبالمقص رح بلش هيك قصقص شوي شوي منها. سو هيدي هي البيروك جايز، انا كتير حبتها، لونها كتير هيك غريب، بحس خرج شي ميك اب هيك كتير قوي، ورح فرجيكم قديه طويله. شفتوا؟ في شغله جايز انا شديتها خصيصا لهيدي البيروك يلي هي هيدي الهات او هيدي الطاقيه، كمان جبتها من شي ان، رح جربها. اوه سو نايس
على فكرة جايز انا رح اسوي الميك اب لوك لكل بيريوك لحاله ورح نزلها على انستغرام، سو قولوا لي فولو على انستغرام كرمال تشوفوا شو هو الميك اب او شو الستايل رح اعمله اللي بيلبق لكل بيريوك لحاله. خلينا ننتقل هلا لتالت باروكة جبتها من شي ان يلي هي كتير مجنونة. هذه هي تالت باروكة من شي ان يلي هي شايفين صح لونه اخضر واحمر، كتير كتير مجنونة. وانا عندي ميك اب لوك براسي بدي اعمله على هيدي البيريوك، كتير 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 حلو. سو خلينا نفتحها سوا. وعلى فكرة سعرها $17. سو هيدي هي جايز، بيجي من ميلة لونها اخضر ومن ميلة لونها احمر. كتير يا الاحمر، شو بحب الاحمر انا. هلا اندمت اني ما جبت بيريوك حمرا. انا كتير بحب هيدا الستايل، كتير كتير دارج انه يكون half and half، نص يكون لون ونص التاني لون تاني. كتير حبيتها. سو خلينا نجربها. مثل الكل فيها من جوا مثل شي كامل تنحط على الراس، وفي لها ستراب من هون، واكيد هيدا الستراب لونه اغمق من هيدا. لاحظوا هيدا كيف لونه ابيض لانه بيريوك لونه فاتح. سو خلينا نجربها سوا. صراحة انا ما قلي قلب شيل هيدا البيريوك، كتير مبسوطة فيها. هيدي هي الباروكة جايز. تصوروا انا لو شعري احمر طويل قدي كان حلو. او ماي جاد، ضروري ارجع طويل شعري. هذا اللي عم بعمله على فكرة. anyway بدي خبركم في شي مختلف بين هيدي الباروكة والباقيين، هي انه الشعر فيها خفيف فمبين ناتشرال اكتر. يعني خلينا نطلع بس على هالميلة وننسى انه في ميلة خضرة. شوفوا، شفتوا كيف بتحسوها هيك كتير ناتشرال والطعجة تبعها كتير حلوة. انا كتير حبيتها، كتير كتير حلوة. هلأ اكيد ولا وحدة لهلأ بتنلبس لبرات البيت، بس هيدا لو تاني مير حمراء انا اكيد كنت هلأ طلعت برات البيت. عنا حجر منزلي، اوكي مش هلأ، بس انا اول ما فتح البلد كنت دغري طلعت برات البيت ولبستها. كتير 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 حلوة. شو رأيكم جايز؟ خبروني رأيكم بالكومنت. ما تنسوا على كل بيريوك انتو شو رأيكم. وبس ما عندي كتير اشياء اقولها عن هيدا البيريوك صراحة، غير انه حبيت الكمية الشعر الموجودة كتير ناتشرال، ومش قادرة هيك ما اطلع بس على الميل الحمراء. او ماي جاد، تصوروا جايز، واو. اوكي رح ننتقل هلا لبيريوك انا كتير 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 حابة اني اجربها وناطرتها، يلي هي رابع باروكة جايبتها. خليني افرجيكم شكلها. استعدوا للمفاجأة. هيدي هي البيريوك جايز. عادي اللون تبعها كتير مبين طبيعي هيك هوني بيجي، بس خليني افتحها كرمال تاكلوا الشوك. الباروك جاية كيرلي مجعدة. او ماي جاد، اول مرة بكون رح قيس باروك مجعدة. سو هيدي هي جايز، من جوا بتجي سوداء ومن برا بتجي كيرلي، لايك كيرلي كيرلي كيرلي. سو خلينا نجربها. على فكرة الملمس تبعهم وشكلهم كأنه شعر طبيعي 100%، يعني عن جد مبينين شعر طبيعي، مبينين شعر افرو او هيك كتير كتير مجعد. بس بدي اخبركم انه انا شعر امي هالقد مجعد. سو هيدا الشيء كتير بيذكرني بامي. او ماي جاد، هلا صارت تعمل شعرها ليس، بس من قبل هيك كان شعرها. سو خلينا نحطها لانه بحس اني كتير رح اطلع بشبه امي فيها. اوكي هيدي هي البيريوك جايز. ما بعتقد تتزبط اكتر من هيك، يمكن او ما بعرف، يمكن هول كانوا اقصر بالصورة. خلينا نجرب نقصر شوي هول الطوال لانه ممكن تزبط معنا. بعتقد انه اذا قصرناهم هول جايين على الغرة. سو جايز هيدي هي البيريوك. صراحة أنا لو شعري هيك كيرلي كنت أكيد كتير رح كون مبسوطة، كتير بحب الكيرلي، كتير مبينة طبيعية أكتر من غيرها صراحة. شو رأيكم جايز؟ وخبروني بالكومنت مين بحب الكيرلي مين لا، لأنه أنا من كتير محبي الشعر الكيرلي،
كتير بفضله على الليست وانا شعري كيرلي على فكرة بس مش لهالدرجة. امي وامه لجيتي هيك شعرون مش نفس الشيء بس انه شعرون كتير كتير كيرلي سو بحس اكيد ولادي حيطلع شعرون كيرلي وانا كتير مبسوطة ولا مرة حاعمله شعرون ليست لانه اذا تعاملته مع الشعر الكيرلي بالطريقة الصح بيطلع واو. anyway خلينا ننتقل لاخر بيروك لليوم يلي هي اغلى بيروكة رح خبركن قدي سعرها. اوكي سعر البيروكة رح نشوفها هلا 51.75 دولار سو الفرق كتير واضح والفرق اربع مرات زيادة عن هيدا او حيلا بيروك اسنها اليوم سو خلينا نشوفها سوا. هيدي هي البيروك جايز بتجي طويلة واللون تبعها بيجي كستنائي خلينا نفتح الكيس ونشوفها. سو جايز هيدي هي البيروك انا حاسة انه الملمس تبعها كتير قريب من ملمس اول بيروك استا كتير ملمسة ناعم. هلأ في فرق بينها وبين البقية على الأكيد. أول شي فقلها هولي اللي بفوتوا بالشعر كرمال تثبت البيروك فقلها ليس من قدام ومن قدام بس حطها رح تنتبهوا انه فقلها بيبي هير. شوفوا البيبي هير قدي صغير من قدام وهيك الشعرات جايين بطريقة كتير كتير ناتشرل. ان شاء الله تقدروا تشوفوا كيف جايين الشعرات كتير كتير بطريقة ناتشرال كأنه شعرة سو مفروض يبين على الراس انه كتير ناتشرال واكيد إلا ليس كمان كرمال نقدر نشدها اكتر سو خلينا نجربها. انا كتير محمسة اني اجربها وشوف شكلها فيها. اوكي هلأ من بعد ما نحطها ناخد الدبوس الموجود من جوا ونشبكه بشعرنا نفس الشي تاني مال. هيدا هو الشعر جايز. الكمية تبع الشعر كتير كتير حلوة لانه بين كتير ناتشرل منن كتار ومنن قليل. الكمية تبع الشعر كتير حلوة. عادة الويجز او الشعر المصطنع بيبقى كمية الشعر كتير فيه فهيدا هيك بيحط question mark انه هل يا ترى الشعر طبيعي او مش طبيعي. لهلأ كمية الشعر كتير حلوة. خلينا نقص بمقص صغير الليس الموجودة وعلى فكرة جايز بقدر هولي الزقن على الوجه. شوفوا قديه بتطلع ناتشرال اذا حبيت اربط شعري بدنا نحسب انه هن ملزوقين هيك على الوجه وفيي عادي اربط شعري وما رح يبين انه حاطة ويج. او ماي جاد كتير 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 حبيتها وعلى الاكيد رح ارجع اشتري منها لانه انا كتير بحب اني اغير ستايل. يعني كتير بحب مثلا اليوم البس ويج بكره يكون شعري قصير من بعده يكون شعري ما بعرف احمر اخضر فوشيا. انا كتير بحب الالوان بالشعر وهيدي الويج انا كتير حبيتها وكتير حسيتها ناتشرال. خبروني جايز شو رايكم. سو جايز هيدا كان الفيديو ان شاء الله تكونوا انبسطتوا وتسليتوا انتوا عم تحضروا. اكتبوا لي بالكومنتس اي باروكه اكثر شيء حبيتوا علي واكيد اعملوا لايك وشير للفيديو مع رفقاتكم اعملوا سبسكرايب للشانل تبعي دبسوا على زر الاشعارات وتابعوني على انستغرام. انا بشوفكم بفيديو جديد. باي.